وللمزيد من التحليل حول افتتاح السوق ينضم معنا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية الأستاذ عبد الله مقداد. أهلا بك أستاذ عبد الله. مرحبا مرحبا، صباح الخير أستاذ عبد المجيد وإخوة المشاهدين والمشاهدات. أستاذ عبد الله، بالأمس يعني شاهدنا ارتفاعات جيدة بالنسبة للسوق السعودي، على الرغم يعني شاهدنا بالأمس كان هناك إعلان لنشرة الإصدار الخاصة برامكو، شاهدنا بالأمس ارتفاعات قوية بدعم من قطاع يعني المصارف، بالإضافة أيضا قطاع المواد الأساسية. كيف نقرأ جلسة الأمس، وأيضا كيف سيكون الحال بالنسبة لجلسة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواضح أستاذ عبد المجيد بأن هناك طمأنة في السوق عموما في جلسة الأمس وأيضا جلسة اليوم. هناك نوع من الرغبة في الصعود، يعني خاصة في بعض القطاعات الجيدة. الآن لو لاحظنا اليوم الأخير في إعلان النتائج الواضحة في الربع الحالي، يعني التحديات اللي تواجه كثير من الشركات كان جليا واضح، لكن أيضا القطاع البنكي كان داعم جيد في تماسك السوق السعودي. يعني الحمد لله القطاع البنكي جالس يعني يعزز من النتائج الجيدة في القطاع. عموما السوق رغبة في التماسك فوق 7000، الذهاب بنا إلى نحو المقاومة بإذن الله القادمة 7925 نقطة، فصعود جيد اليوم. أيضا لو لاحظنا نتائج جيدة لشركة البابطين، دعمت يعني خاصة دعمت السهم اليوم، وأيضا بعض الشركات اللي يعني نوع من التحديات تواجهها. لكن ايضا لو لاحظنا قطاع البنكي، قطاع سهم السامبا، سهم الراجح اليوم وامس كان عامل جيد داعم لتماسك المؤشر. جميل. طيب استاذ عبد الله، ايضا نشاهد في الجانب الاخر اليوم كان هناك اعلان للارباح المجمعه بالنسبه لشركات الاسمنت تجاوزت 5%، وبالتالي يمكن خلال العام الماضي كان هناك تراجعات بالنسبه لشركات الاسمنت، هذه السنة يعني نشاهد نتائج إيجابية، وأيضا يعني في شركات تحولت أيضا من الخسائر إلى الربحية. كيف نقرأ يعني أداء هذه الأسهم بالنسبة لشركات الإسمنت؟ بالنسبة لقطاع الإسمنت اليوم يعني الأرباح المجمعة أكثر من 5%، هناك تفاعل في 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 خضم الاقتصاد المحلي، هناك رغبة في الحصول على يعني مشاريع معينة، وبالتالي هناك من الربع الماضي كان في نوع من التحسن الواضح في قطاع الإسمنت، بالتالي نرى إيجابية خاصة في بعض الشركات اللي ربما نرى أيضا يعني خاصة إذا لاحظنا ما يهم الرخص في موضوع التصدير، بالتالي نرى إيجابية خاصة في بعض الشركات الصغيرة أيضا بالكبيرة. يعني الواضح أستاذ عبد المجيد بأن بعض الشركات الكبرى الآن بدأت تصدر وعندها رغبة، يعني لو لاحظنا الاسمنت السعودية عندها رغبة ل يعني نشاط في التصدير، وأيضا الاسمنت الإمام عندها نوع من المخزون الجيد. لكن الاقتصاد المحلي والمشاريع الواضحة في الربع الحالي قد ربما تكون جيدة بإذن الله تعالى. طيب أستاذ عبد الله، بالنسبة أيضا يعني في إيجابية في أداء السوق بالأمس، لكن السيولة ما زالت يعني عندها تراجعات ب6%، أيضا خلالها يعني الأسبوع الماضي كانت أيضا على تراجعات ب6% بالنسبة للسيولة، هل ما زالت أرامكو تؤثر يعني بالنسبة للاكتتاب على أداء السيولة من خلال التسييل للسيولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية؟ أنا من وجهة نظري أرى في شركات جيدة، يعني خاصة في حتى ممكن نرى انكشاف على بعض الأسعار جيدة خاصة في قطاع البنك، قطاع البنوك، وأيضا قطاع البتروكيميكال. يعني التحسن الواضح إن شاء الله بإذن الله يكون في تحسن في قطاع البتروكيميكال، وبالتالي هناك رغبة في الجاذبية في بعض الشركات خاصة في انكشاف بعض أسهم جاذبة للمستثمر. فيعني أيضا لو لاحظنا في نوع من الرغبة في دخول سهم أرامكو في السوق، وبالتالي هناك الأفراد نوع من التخوف في موضوع يعني التسييل. لكن التسييل انا اتوقع في الاسابيع الماضيه كان على بعض المحافظ، لكن ارتد السوق خاصه في القطاع البنكي جليا وسريعا لتماسك. يعني عندما شفنا سهم السامبا يعني لامس 26 وارتد، فبالتالي هناك دعم للقطاع عموما في القطاع البنكي. قد اقول بان الفرصه تتواصل
خاصة في بعض الشركات اللي ربما تكون جيدة للمستثمرين. طيب أخيرا أستاذ عبد الله، ما نتحدثنا عن أرامكو، اليوم كان هناك تراجعات يعني مع بداية تداولات هذا اليوم بالنسبة لأسعار نفط 1% عكس ما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي، ودائما ما نشاهد بالنسبة للأسواق الخليجية في حال ارتفاعات لأسواق النفط يعني أسعار النفط لا نشاهد هناك يعني تجاوب مع هذه الارتفاعات، بينما في التراجعات نشاهد تجاوب سريع. اليوم في تراجعات مع بداية التعاملات بواحد في المئة بالنسبة للنفط، هل سنشهد يعني تجاوب الأسواق الخليجية والسعودي تحديدا أم سيكون يعني السوق سيمضي في خلال يعني نتائج الجيدة بالنسبة لقطاع المصارف وأيضا الدعم بالنسبة لهذا القطاع؟ قد ربما لا نعول كثيرا على بعض الأخبار اللي يعني نزول البترول الحالي. الآن الأسعار بالنسبة لبعض الشركات وأيضا السوق السعودي مستقر، وأيضا هناك دخول لبعض الشركات وأيضا صناديق نشطة في دخول بعض استهداف بعض الشركات، يعني خاصة بعض الشركات يعني مثلا قد ربما تكون جاذبة خاصة في القطاع البنكي، قطاع البتروكيميكال وأيضا المواد الأساسية. فبالتالي قد ربما استقرار للسوق السعودي في الفترة الحالية والفترة القادمة بإذن الله. أسواق المالية الأستاذ عبد الله مقداد، شكرا لك.